معكم بسالم احمد الياس، طالب علم مستوى المدرسه العليا للاعلام الي، سيدي بالعباس، السنه الرابعه، تخصص اعلام الي، والمؤسس تاع شركه ناشئه الكترون بايك. هذه الشركه تختص في انتاج الدراجات الكهربائيه. شعور شباب بزاف، وهذا التكريم يدل على اهميه الطلاب عند رئيس الجمهوريه. تحس باللي كاع الجهودات اللي بدلتها ما بدلتهاش على باطل، وكاين اللي راه يقدر جهوداتك. طائره مسيره، اول شيء هذه الطائره مسيره طورتها تحت شركه الكترون بايك اللي هي اصلا فينونسي من لاجيريان ستارت اب فاوند. دونك كان اسمي غير رئيس الجمهوريه باسكو سي غاسا لوي وين قدرنا نوصل لهذا الموصل، غاسا التوصيات تاعو علينا احنا كطلاب كشباب كشركات ناشئه.